يعتبر الكالسيوم من العناصر الغذائية المهمة اللي لازم يحصل عليها الطفل الرضيع ليبني عظام قوية وأسنان قوية. وكمان الكالسيوم مهم للأعصاب والعضلات ولصحة القلب في فترة النمو. اليوم رح نحكي عن أسباب نقص الكالسيوم عند الأطفال الرضع وشو هي الخطوات اللي مفروض إنه الأم تعملها لتعويض هذا النقص، خصوصاً إنه نقص الكالسيوم يعتبر من الأشياء الشائعة اللي منشوفها عند الأطفال في مرحلة النمو. أسباب نقص الكالسيوم: يعتبر سوء التغذية بالنسبة للأم الحامل من أهم الأسباب لنقص الكالسيوم بالنسبة لحديثي الولادة. كمان عدم تناول الأم للمكملات الغذائية والفيتامينات ممكن يسبب نقص بالكالسيوم. نقص الأكسجين عند الولادة والولادة المبكرة، وبالتالي انخفاض في استجابة الغدة الدرقية لفيتامين دال. كمان عدم أخذ الطفل كفايته من الرضاعة الطبيعية. أعراض نقص الكالسيوم عند الأطفال: ما بنقدر نعرف إذا الطفل عنده نقص كالسيوم إلا بوجود تحليل دم، بس في عنا دلالات بتدلنا إنه في عنا نقص، واللي هي تشنجات وحركات اهتزازية في الأطراف عند الرضيع، إضافة للعصبية الزائدة والارتجاف، انخفاض بضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وتسارع أو انقطاع بالنفس، كمان الضعف في التركيز وفقدان الشهية باستمرار. مضاعفات نقص الكالسيوم، واللي من أهمها تأخير في نمو الأسنان وكمان عدم محاذاة صف الأسنان في الفم، ضعف النمو وكمان تشوهات بالمفاصل وممكن يصير هشاشة بالعظام. كمان نقص الكالسيوم ممكن يأثر على إضعاف الجهاز المناعي للطفل. العلاج واللي بيتم تحديده من قبل الطبيب بعد تشخيص السبب، وتعتبر الرضاعة الطبيعية من أهم طرق العلاج. الحرص على تناول الأم للغذاء الغني بالكالسيوم حتى يصل للطفل الرضيع عن طريق الرضاعة الطبيعية. في حال كانت الأم مضطرة للرضاعة الصناعية لأي سبب، فيجب اختيار نوع الحليب المدعوم بالكالسيوم. ضرورة تعرض الطفل للشمس حتى نعمل على زيادة فيتامين دال بالدم، واللي بدوره رح يعمل على ترسيب الكالسيوم بالعظام. من المهم نعرف إنه كل هاي الخطوات رح تساعدنا في مواجهة نقص الكالسيوم عند الأطفال، بس إذا كان في عنا نقص حاد فلازم يكون في عنا تدخل طبي ودوائي بما يقرر الطبيب. يلا رايا